السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يكرمك، أنا بحبك جدا والله يا رب. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك، بتقرب الله بحبك يعني. الله يجمعنا وإياكم في جنات النعيم يا رب. آمين يا رب يا رب، وبتعلم منك بسمع لحضرتك، المهم عشان ما أطولش على حضرتك وأخذ من وقت حضرتك. الله يبارك فيكم، الله يسلمك. أنا كنت خاطب بنت على هي مش منتقبة، تمام؟ متحجبة. وبعد فالمهم والدتها مش هي كلمتني من كام يوم وقالت لي ان هي تلبس النقاب وكده ولبسته بالفعل، فوالدتها معارضه وكده بحجه يوم الفرح مش عاوزاها تلبس النقاب يوم الفرح، فانا اخذ يعني عفوا يعني تريد ان يراها الرجال الاجانب؟ هي عاوزاها، هي مشكلتها والدتها مشكلتها يا حبيبي. انا اسالك سؤال، يعني امها تريد ان يراها الرجال الاجانب يوم الفرح؟ لا لا توافق على هذا الوجه، بس لا توافق على هذا بالمره، لا توافق على هذا طبعا. طب انا شيخي، الشيخ اللي في البلد يعني اللي انا بتعامل معاه وبتعلم منه وكذا، يعني تهون في الامر الى حد ما لانه ياخذ بسنه النقاب بنسبه كبيره. على العموم ما عندي قلته، لكن انا اخذ بفرضيه النقاب. ما عندي قلته لك. السلام عليكم.